السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالزوينات ديالي، وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ أولا كنرحب بكم جميعا جميعا جميعا، واللي ضم القناة ديالي كله كنقول ليه ديالي وديالكم ماشي ديالي بوحدي، كنقول ليه مرحبا وألف مرحبا. والقدماء أكيد الدار ديالكم، وكنشكركم بزاف 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 على التشجيع ديالكم. زعما شنقول لكم، والله العظيم الا احلى عائله وفيه. شكرا لكم بزاف حبيبات ديالي. المهم البنات، خصكم كما قلت لكم يعني دي مريضه الشكوى، الله ما شكيتش عليكم، يعني ما عنديش معكم شي حاجه اللي صعيبه، غنحاول ندير شي حاجه اللي كما بسيطه 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 يعني ما فيها غير تحرك يدك هكا هكا تفاتف. المهم البنات، عشاء بسيط بسيط بسيط، واي واحد يديرو. ولا عندكم هادو البنات، واخا يكون عندكم داك الدايرين، كتحيدوا لهم غير داك القشره اللي كتكون محمره من الجناب صافي، وكتقضيو بيهم. راه فايت حطيتهم لكم في القناه، انا غادا نسرحهم شويه بحال هكا. انتم البنات تقدروا ديرهم بلاش. بالنسبه للبنات، عندي هنايا لاصوص طوماط، لاصوص طوماط ديال الدار مولفه، راكم فايت حضرها معكم البنات. انا هذه ما كتخطانيش من الدار، دائما عندي في الدار. والطون والفرماج، الفرماج هذا نتمنى يكون كيبان لكم، ماشي باش كندير راي شهر، انا غير واحد الحاجه اللي كتعجبني كنبغي نشاركها معكم البنات. والزعتر يعني كما قلت لكم بسيطه 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 بسيطه، ديال المعكازات حتى اخر حاجه. ما صافي ما تلقاي ما ديري العشاء او الغداء او اكثر، علاش البنات ولي هضره ما غاديش يغديني الا كنتو وكالي بحالي، هضره ما غيدير لكم والو ما عرفتش واش غتجيني وحده اخرى هنا ولا لا، الا يعني غنولي نضطر ندير وحده اخرى ولا طاش اخرى. هكذا البنات دابا غادي ندوزو بسم الله. لاصوص كما قلت لكم البنات، انا ديال الدار فيها كل شيء، يعني داكشي علاش ما زدت ليها انا حتى شي حاجه، فما كاينش محسن بحال هكا البنات. لاصوص تكون عندكم دائما في الدار، واحد النهار تكونوا مراض او غتكونوا جيتوا خرجوا برا او الخدمه وجيتوا معطلين، هذه عمليه بزاف الا ديروا بها هكا، او ديروا غير لي بات ديرها طيب وتخبو عليها هاد لاصوص وها نتوما معشيين او مغديين او المهم كل نهار كما كنقولوا ورزقوا. انا يعني دائما البس كريب الحفله البنات، وبصح كيجيو زوينين كما قلت لكم وعمليين، يعني كيجيو بنان وكما كنقولوا يعني كلشي عندنا في الدار. قول لي انت راكي واقيله ضربك العجز وبغيتي تعجزينها معاك لا البنات ماشي هكاك، اللي كما قلت لكم عندي مشكل في اليد ديالي، راه فايته مهرسه فيها. المهم وهزيت بها شي حاجه ثقيله، دابا ضراتني الشكوى الله ما شكيتش عليكم، هذاك الشيء علاش صافي ما بقيتش كندير بها بزاف ديال شي حاجه اللي صعيبه هكا، كنحاول ندير شي حاجه اللي بسيطه. جا على حد قدو كما كيقولوا البنات. البنات نتوما بغيتو تزيدوا الزيتون او تزيدوا الدجاج او تزيدوا اي حاجه كيمكن لكم، انا غنتكافى غير بهذا الشيء اللي عندي. هنا قيس علينا بلا البنات، جا هادشي وحدو قدو البنات، نتمنى كيكون كيبان ليكم. ولا كنوريكم غا الطابله و حتى شي حاجه ما كتشوفوها. دابا غادي الطون البنات ديال الزيت، انا حيدت منه داك الزيت ما لحتوش، يعني كما كنقولوا لا ضايع، درته فواحد الطاسه وخليته. تقدر ديروه في شلاضه، ديروه في بزاف ديال الحاجات البنات. الفران شعلتو البنات، نتوما كتسمعوه طاك ما طاك 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 طاك. غنحاول البنات هنايا نخدم يديا، غنحل بعدا سين هذا هو الاول باش ما يوليوش يديك يزلقو. عرفتوش وقع ليا البنات البارح، ضحكو ناري البنات على راحة الواحد كيرتاح مع هاد اليوتيوب هذا. البارح مشيت كان بغيت ندير واحد كوبي فولي، من بعد الفراش وقع ليا كنشليت كاع نحيت كاع اليوتيوب من عندي من التليفون، والله تسموت عليا بالضحك، قلت والله نخليه هكا ما غاداش نقيسو مازال حتى الصباح
عرفت على راحه، ما كرهناش البنات بصراحه. الله هادشي راه ولا ادمان، ما كرهناش البنات يسدو كلشي، ناخذ واحد الراحه نفسيه من هاد العجب هذا، من هاد ما شنقول لكم، راه ولا فينا ادمان. ولا بد خصك تدخلي تشوفي شنو حط هذا شنو حطت هذه. انا بعدا والله البارح الا قلت لكم خديت خديت عطله، خديت كونجي حتى الصباح عاد قديتو، حيت خصك تولي تشارجيه. لان بصراحه الله هادشي كيعيي كيطلع في الراس، حيت اش غنقول لك، اول حاجه كديرها كتفيق من النعاس كتشيل التليفون. ويلي على كارثه، راه مصيبه والله البنات، الى مصيبه. صافي البنات، الله اكبر، ها نغسل يديها البنات لان الطول. صافي دابا غادي نزيدو الفرماج، البنات نتوما إلا بغيتو ديرو فرماج واحد آخر كديرو، يعني ماشي بشرط يكون عندكم هاد الفرماج هذا، ديرو فرماج هاكا محكوك، المهم أي فرماج عندكم في الدار كديروه. ولكن هذا كما قلت لكم خاص بالبيتزا، انا كيعجبني شو كيدير بحال شي جلابه شوفوا كيلصق، شوفوا باش كيتقطع قولي انت واش كتبجدي ما تاكلي ولا جالسه كتلعبي؟ صافي البنات غدا نبقى هكذا غنكمل هذا الخير هذا. لازم نزيد معكم الطون ياك، قولي لي ما تقطعيش حتى تكملي معانا. الطريقه واضحه البنات وسهله، وكما كنقولوا وليت صغيره يمكن اللي يصوبها، ماشي شي حاجه اللي صعيبه او جديده، يعني اي واحد يمكن ليه يدير هاد البيتزا بحال هاد الطريقه هذه. اللي ما عجبتني جات كبيره مهنكره، المهم ماشي مشكل غنخليوها كما قلت لكم البنات. نتوما اللي بغيتو تزيدوا اي اضافه واحده اخرى كتزيدوها. صافي دابا غادي ندير الزعتر، ها فورا بغيت نسري بيه دغيا لان واحد الصديقه ديالي دايرها تجي عندي، و الا جات اكيد غنقطع. وعرفتوا شنو نسيت الكمامه، خصني نمشي نطلع الفوق نجيبها. صافي البنات دابا عرفتوا شنو هي الكمامه بعد البنات كاين اللي ما غيعرفهاش ولا قولي انت راكي ما النهار ما عتمالك، هي الماسك، الماسك يعني اللي كنديرو في الكمامه غنرجع لكم الكمامه نسيتها ما جبتهاش دائما بجيبي ولكن غسلتها. ها انتم البنات شفتوا، نتمنى يكون كيبان لكم. دابا غادي نديها البنات للفران يطيبوا ونتلاقاو. البنات ها انتم كتشوفوا الخير ديالنا وجات، سمحوا لي البنات خليته حتى برد لان جات الصديقه ديالي كما قلت لكم، يعني ما قدرتش باش نكمل الفيديو هذاك الشيء علاش. المهم البنات ما نقول لكم يا سلام يا سلام، ولكن خصكم تولوا تسخنوا، راه قلت لكم انا اش وقع ليا. المهم البنات كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم كما قلت لكم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه، يعني كل شيء في الدار عندنا. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم نتوما ووليداتكم وكيجيو يا سلام يا سلام. وكنقول لكم دائما حبيباتي شكرا لكم بزاف بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم، على شنقول لكم على المسانده الدائمه ديالكم ليا، كنقول لكم شكرا بزاف والله يحفظكم ليا. وكنقول لكم حبيباتي مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف.